اعزائي المشاهدين في كل بيت، اعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين وربنا يا رب ما يقطع علينا عاده ولا يحرمكم مني ولا يحرمني منكم. موبايل اللي هراجعه النهارده موبايل مش عادي وغير اعتيادي وجديد السنه دي واي حاجه فيها عادي. الموبايل اللي هراجعه النهارده من السلسله اللي غيرت مبيعات شاومي في الفئه المتوسطه والاقتصاديه. الموبايل اللي خلى باقي الشركات تعيد حساباتها في تسعيرها. الموبايل اللي شايل بتسعير باقي الفئات، خلى باقي الشركات تقفل وتقعد في البيت. الموبايل اللي كان فيه كل حاجه وب 3000 جنيه بس للاسف الزمن غيره والدولار دمره. معانا النهارده معشوق الجماهير، الموبايل الاكثر مبيعا على مر العصور، الموبايل اللي مفكر نفسه فلاج شيب وبقى ب 16000 جنيه، معانا ومعاكم ريدمي نوت 12 برو بلس. انا هفضل اضحك على المقدمه دي لمده سنتين قدام. بغض النظر انا ما بتابعش اصلا برنامج رامز جلال. والله المقدمه طلعت سهله جدا، يعني هي كده كده بتاعت كل مره. صاحبي بعد المقدمه دي عملت لايك بذمتك؟ عملت لايك انا ولا رامز جلال؟ محتاجه سؤال. ولو انت مش مشترك اعمل سبسكرايب، يعني والله مش هتحس بحاجه ولا هتدفع فلوس ولا اي حاجه ببلاش. نرجع للمقدمه بتاعتنا. زي الفل، ايه الاخبار؟ معانا النهارده الجامد ده ريدمي نوت 12 برو بلس. تحس ان هم لسه عايزين يزودوا كلمه تاني. اقلع يا ابني الجراب اللي انت لابسه ده عشان نتكلم عن لون شويه. الموبايل الاكثر شهره، الموبايل الاكثر مبيعا، الموبايل اللي مدمر كل حاجه، بس السنه دي ربنا يستر. الموبايل اللي وصل سعره 16000 جنيه. تعال نشوف بقى ب 16000 جنيه دي تاخد ايه؟ ناحيه هتاخد فانت هتاخد. ماشي. اول حاجه التصميم الشيك الرائع ده، رائع الشياكه والدلع ده. اللون ده جامد بصراحه، جامد. والخامه مصنفره شويه بس برضو ستيل بتلم بصمات زي ما انت شايف كده. بص ثلاث كاميرات بارزين شويه عن الظهر، بس مع الكفر الموضوع بينتهي مش هتحس باي حاجه. ازاز من الظهر وفريم من البلاستيك، من فوق هتلاقي فتحات علشان الموبايل فيه دول سبيكر، الصوت بيطلع من فوق ومن تحت فبيديك صوت ستيريو. دي اول ميزه. تاني حاجه شاومي ستيل لسه محافظه على الاي ار بلاستر اللي بتخليك تتحكم في اي جهاز عندك بريموت من خلال الموبايل بتاعك. عندك كمان مدخل 3.5 مللي، عندك كمان المايك الثاني لعز الضوضاء، ومن تحت مدخل شحن تايب سي ومدخل الشريحتين، ولكن مفيش مكان للميموري كارد، هم شريحتين وهذا هو. وبيجي بالقدام بحواف صغيره جدا وبنش هول صغيره جدا جدا جدا، هتحسسك الموبايل كله شاشه. والشاشه دي بتيجي بحجم 6.67 ميمي انش. الموبايل حجمه يعتبر نسبيا كبير شويه بس مسكته حلوه في ايده وسهله. الموبايل مش تقيل على اغلب عاده موبايلات شاومي اللي دايما بالحجم ده بتبقى تقيله شويه. وبيجي بواحده من انضف الشاشات اللي ممكن تتفرج عليها، شاشه اوليد. شاومي لسه محافظه على السلسله دي ان يبقى فيها شاشه دايما اموليد اوليد او سوبر اموليد، بمعنى صح الشاشه تديك الوان جامده جدا. شاشه بتدعم بليار لون 120 هرتز، بتدعم الدولبي فيجن، بتدعم الاتش دي ار 10 بلس، بتوصل السطوع كحد اقصى ل 900 نتس. شاشه ولا اروع، هتقدر تشوفها في اشعه الشمس المباشره. سطوع الشاشه عالي فعلا، الوانها تحفه. خلاص الشاشه محترمه. مش الشاشه بس اللي جامده، المواصفات بتاع الموبايل اجمل. معالج دايمنستي 1080، معالج قوي جدا 6 نانو متر، ومساحه تخزين 256 جيجا و8 جيجا رام، ومع واجهه شاومي مي اي 14 واندرويد 12. لسه ما جالوش اندرويد 13 بس اكيد لازم يجي له، بس مع الوقت. تجربه اداء ولا امتع، تجربه العاب ولا اروع، الموبايل طياره. تجربه الالعاب عليه حلوه جدا، جربت ببجي بتشتغل على اعلى اعدادات اتش دي ار مع الترا فريم ريت، ولو قللت الكواليتي شويه هتاخد اكستريم فريم ريت او اكسترا فريم ريت اللي بيوصل ل 60 وبيكسر 60 فريم احيانا. تجربه العاب كانت سلسه جدا على ببجي. ايبكس بتشتغل على 50 فريم من غير ولا دروب، اللعبه كانت شغاله كاني بلعبها على فلاج شيب فعلا. جربت كمان باتل برايم، اللعبه دي بحبها جدا، يمكن بالنسبه لي احسن من كل اوف ديوتي. نعومه والسلاسه واعلى اعدادات ممكنه ممكن تشغل عليها اللعبه دي عادي جدا، ولا كانها شغاله على اعلى جرافيكس. الموبايل كان بيطحنها كده عادي جدا بالنسبه له. كمان جربت مودرن سترايك اونلاين، اللعبه جامده جدا، لازم تجرب اللعبه دي. شبيهه شويه برضه بكول اوف ديوتي وكان شغال على اعلى جرافيكس واعلى كواليتي من غير اي مشاكل. جربت اللعبه الشبيهه ببجي وهي فير لايت 84، اللعبه دي جامده جدا شبيهه ببجي بس مع اضافات شويه وجرافيكس احسن بالنسبه لي، وبرضه اللعبه كانت شغاله على اعلى كواليتي بدون اي مشاكل. فتجربه العاب ما تقلقش منها، سلاسه ونعومه في النظام برضه ما تقلقش منها. الموبايل كان سلس وناعم جدا بفضل ال 120 هرتز بتاع تردد الشاشه والمعالج القوي. الموبايل ما واجهتنيش فيه اي مشاكل لغايه دلوقتي. افتح تطبيقات زي ما انت عاوز، روح من ابلكيشن لابلكيشن ثاني، اتنقل في التطبيقات براحتك، سكرول في الفيسبوك، سكرول في الانستجرام، سكرول في اي حته هتحب ان انت تقعد تسكرول كده عشان الشاشه اصلا 120 هرتز. التردد العالي ده بيخليك كده مستمتع وانت بتسكرول وكل حاجه ناعمه قدامك. صوت السماعات عالي جدا، مش عشان هو ستيريو بس عشان هو عالي، وهنا السماعات فعلا عاليه جدا. في موبايلات فيها سماعات ستيريو بس صوتها مش عالي اصلا. الموبايل بيدعم خاصيه مهمه جدا ولازم تتكلم عليها في البدايه، وهي ال ان اف سي. لازم تلاقيها في اي موبايل بالسعر ده اصلا، ولازم تدور عليها في اي موبايل حابب تشتري الفتره اللي جايه. الخاصيه دي عظيمه جدا. زي ما قلت لك قبل كده، ابسط حاجه شحن كارت الكهرباء. مش هتضطر الساعه 1 بالليل او 2 بالليل تنزل تشحن كارت الكهرباء لو الاعدادات فصل عليك. من موبايلك على طول حط الكارت بال ان اف سي، هوب وهي ابلكيشن بيدعم الشحن والدفع والموضوع بيمشي. الموبايل فيه كل المستشعرات اللي ممكن تحتاجها، البوصله، الجيروسكوب، الاكسلروميتر، اللايت سنسور، ولكن للاسف ما فيهوش بروكسيمتي سنسور فعلي. ايه بروكسيمتي سنسور؟ سوفت وير. وهسيب لكم تحت الفيديو في الديسكربشن رابط شراء الموبايل ده لو حبيت تشتريه، وفي اكواد خصم هتديك خصم وشحن مجاني ما تنساش تستخدمها.
عندك بقى بطاريه 5000 امبير ما ينفعش ما نتكلمش عنها، مع الشاحن السريع ال 120 واط اللي جاي مع الموبايل في العلبه. ايه الحلاوه دي؟ المفروض دي حاجه ما تسقفش عليها عشان ده الطبيعي، المفروض اي موبايل ينزل بالشاحن بتاعه، بس يعني مع الاتجاه اللي احنا عاملين نشوفه من بعض الشركات سنة عن الشاحن واي حاجه تانية في العلبه، لكن انت هنا معاك شاحن كفر، يعني الحاجات البسيطه البدائيه اللي المفروض اي واحد يطلع موبايل من علبه يلاقيها، وكمان في لزقه كده خفيفه معموله على السكرين او على الشاشه عشان تحمي الموبايل لغايه ما تجيب له سكرين نظيف. فلو انت هتطلع موبايل هتستخدمه على طول، مش هتبقى مضطر ان انت تجيب له شاحن وتجيب له كفر والاكسسوارات الاساسيه البيزك بتاعته. بس سيبك بقى، الشاحن ده بيشحن الموبايل 100% في تلت ساعه. انا نمت كده ونسيت اشحن موبايل بالليل وصحيت ومستعجل والموبايل فاصل تلت ساعه كده، عقبال ما انا اقوم اغسل وشي واشرب كوبايه شاي وافطر الموبايل شحن 100%. انا مش عايز اي حاجه تاني من الدنيا، ده غير البطاريه اصلا 5000 امبير اللي هي هتكفي معايا اصلا يوم وزياده. والبصمه في الموبايل ده موجوده في زرار باور افضل مكان، والبصمه دي طلقه سريعه جدا، حط ايدك بس عليها افتح الموبايل على طول، كمان ما علقتش معايا ولا مره. فما تقلقش من الحاجات دي خالص. ندخل بقى على حاجه ممكن تقلق منها شويه وهي الكاميرات. الكاميرا الاساسيه 200 ميجا بكسل مع فتحه عدسه 1.7، وكاميرا ثانيه وايد 8 ميجا بكسل، وكاميرا 2 ميجا بكسل عشان الماكرو، والكاميرا السيلفي اللي في البانش هول الصغنططه دي 16 ميجا بكسل. تجربه التصوير بالكاميرا الخلفيه ممتازه بصراحه، الموبايل بيطلع صور حلوه جدا، وخاصه لما تستخدم بقى وضع النايت مود بالليل مع الانوار والاضاءات بيعززها ويخلي الصوره شارب كده وملونه كده وبتبقى تحفه. فما تقلقش من تجربه تصوير الكاميرا الخلفيه خالص، وكمان الموبايل بيقدر يصور فيديو لغايه دقه 4K. اما الكاميرا السيلفي اللي هي 16 ميجا بكسل تجربتها في الاضاءه العاليه ممتازه مش وحشه، ولكن لما بتبتدي تدخل مثلا اندور او في اضاءه اقل شويه مشكلتي معاها مش النويز على قد ما مشكلتي معاها السكين تون لون البشره. إيه شاومي لغايه دلوقتي بتطلع لون بشره كده باهت، يعني تحس ان انت كده تعبان او عيان وانت بتتصور. دايما معادله شاومي في التصوير في الكاميرا السيلفي دايما سكين تون مش احسن حاجه، بمعنى صح هتاخد الصوره كده تقعد تلعب فيها شويه، تزود بقى ساتوريشن، تزيد تلعب في الالوان شويه، تغير في درجه اللون، الكلام ده هتطلع معاك صوره حلوه. هي الصوره واضحه جدا يعني فيها تفاصيل كتير، يعني مثلا في صوره كده لو زمنت فيها هتلاقي تفاصيل دقني كده كل شعره تقدر تعدها، ولكن لون البشره بتاعتي مش احسن حاجه، فهتضطر كده تلعب في الالوان دي شويه، ودي ملحوظتي الوحيده ان الالوان فيها مش احسن حاجه. الموبايل ان جنرال في العموم كده جامد جدا، جامد زحليقه، ولكن 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 السعر 16000 جنيه. سعر الناس مش متعوده عليه خالص، يعني الناس كانت بتصيح السنه اللي فاتت لما سلسله الريدمي نوت 11 اللي هي النسخه الاعلى البرو والبرو بلس وصلت لحاجز ال 11 وكسرت حاجز 11، دلوقتي انت بتبتدي من 16، البيز لاين بتاع الشركه، وطبعا التجار بيحبوا يجودوا شويه وبيعلوا عن سعر الشركه شويتين 3 4 باوفر برايس، وطبعا ده بيحصل بعد الموبايل ما بيخلص من الستوك بتاع الشركه. لو انت قررت تشتري الموبايل ده الحق اشتريه دلوقتي قبل ما سعره يزيد، هو سعره زياده لوحده. فانت لو خلاص عاجبك الموبايل ومعاك الفلوس بتاعته وقارنته مع بقيه الفئات وعجبك الموبايل ده انزل اشتري دلوقتي ما تستناش. ولو عايزين مقارنه ما بين الموبايل ده وما بين السامسونج A54 او اي موبايل تاني في الفئه بتاعته اكتب لي اسمه تحت فيديو في الكومنتات وهعمل لكم مقارنه بتاعته. زي ما قلت لك تجربتي معاك كانت كويسه جدا، في ملحوظه شويه على موضوع التصوير مش هتقدر تضيف ميموري كارد، بس المساحه هنا 256 ما اعتقدش ممكن تحتاج اكتر، ولا هتحتاج اكتر شوف موبايل تاني اللي يريحك. تجربه اداء والعاب محترمه جدا، موبايل بيقدم اداء فعلا كويس جدا، ستيريو سبيكر، شاشه محترمه جدا، ان اف سي، اي ار بلاستر، في مدخل 3.5 مللي، الموبايل تقريبا شبه متكامل للفئه المتوسطه الا كان سعره محتاج يتظبط شويتين 3 4 كده. شكلك ما عملتش لك الفيديو، اعمل لك الفيديو صح، اعمل لك كده وروق عليا وسيب لي كومنت عجبك الموبايل ده وهتشتري ولا لا. بس وكده اكون خلصت واشوفك على خير الفيديو الجاي. سلام.